الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. كيف صارت الأمور؟ صحيا هلا خلينا الحمد لله رب العالمين. والباقي في حياتك؟ الله توفيت أختي وبنتي. وين بيتكم بالتحديد؟ بالرميلة بجبلة. بجبلة؟ كنتوا نايمين شو كنا نايمين. فقط تحت الأنقاض. وبنتي بحضني ميتة. وأختي جنبي ميتة. وبنتي بحضني ميتة وأختي جنبي ميتة. يعني أنت ما حسيتي أبداً ل صرتوا تحت الأنقاض؟ قد إيه طولتي تحت؟ ضليت 12 ساعة. 12 ساعة؟ أنو طابق بيتكم؟ الرابع. بنتك قد إيه عمرها؟ سنة وشهرين. بقي في حياتكم؟ الله يسلمك. وإن شاء الله هيك بأيامك بالسلامة. إن شاء الله يا رب. أنا ما في كلمات بتعبر، بس شو الأذية اللي صايرة؟ أذية بالرجلين نتيجة الركام، دهس بالرجلين اليمين واليسار، تشكل مادة سامة بتطلع بالدم، عمل نخر أنبوبي بالكلى، قصور كلوي حاد، قصور كلوي حاد. هون اضطروا لعمل جراحي بالإجر اليمين وإجر اليسار. هلا عاملة بالإجرتين العملية؟ تمام. وقصور كلوي حاد وأذية عصبية بالقدم اليسار، بالإضافة لأذية عند الرئة نزيف حول منه، والحمد لله. بقي في حياتك وإن شاء الله هيك بأيامك بالسلامة. وما في يعني كلمات لا بتوصف ولا شيء، لكن إن شاء الله بقوتك وقوة إيمانك إن شاء الله بإذن الله نرجع أقوى من الأول بإذن الله. أبو نور هي بس من بعد أمرك مليون ليرة هيك دعم، هيك لوجستي بسيط من برنامج ناس لبعضها. مشكور أستاذ، الله يديمك. شكرا لكم، الله يجعلكم دايمين وبقي في حياتك يا رب. تسلم أستاذ. السلام عليكم. شرفونا. فحن علي التكرما وجل صداق. وبنتي بحضني ميتة وأختي جنبي ميتة. وجل صداق قلبي. شو أخبارك؟ أهلا أستاذ، كيفك؟ الله يسلمك. أنت وين بيتك بالأساس؟ بالرميلة أستاذ شادي. شو صار؟ والله أنا كنت بالشام، مدام والبنت بالبيت، نزلت البناية على بناية جنبنا، نزلت على الكليات على بنايتنا، ورايح فيها ثلاث عواميد والبناية خليناها مهددة بالسقوط لهلا. يعني انت البناية اللي جنبكم نزلت عليك. نزلت علينا والحمد لله طلعوا بخير وسلامة، بس في ثلاث عواميد بالبناية من تحت الأرض رايحين، يعني البناية بتنهد 100%، وخالينا البناية من أول زلزال لهلا، ومشردين والحمد لله رب العالمين، محل لمحل. شو بدنا نعمل؟ الحمد لله، الله يجبر مصيبة. طلعت الحمد لله رب العالمين بسلامة بنتك بنتي ومرتي، بتسوى مال الأرض كلياته، الحجر والشجر بيتعمر بس الإنسان ما بيتعمر، ما في بديل. يعني طلعت هالبنت الصغيرة أستاذ شادي، هاي بس أشوفك صورتها، تسوى مال، تسوى مال الأرض. 3 شهور ونص، يعني أنا كنت إجاني التليفون وأنا بالشام بالدوام، ما شو صاير ما بنعرف. يعني الحمد لله رب العالمين، شي منظر. 500,000 دعم من برنامج الناس لبعضها هيك، يعني الله يشكركم. سامحونا يعني. لا الله يزيدكم، يشكركم، كثر خيركم. مجرد هيك مثل ما بقولوا بحصى بتسند جرة. الله يسلم هديات يا استاذ، شرفتونا واهلا وسهلا، واتمنى تشريفكم بالله العظيم. شرفتوا جبلي اهلكم وناسكم، امان يشرفونا ونحن على راسي استاذ. الله